هذا ما قضت به محكمة إزكان في حق التلميذات المشرملات. شهادة قضية التلميذات القصيرات اللواتي ظهرنا في شريط فيديو وهم يحمين سيوفا بالقرب من إحدى الثانويات بضواحي أكادير، تطورات جديدة زوال يوم الثلاثاء أثناء محاكمتهم. ووفق مصادر محلية فقد قررت هيئة المحكمة الابتدائية بإنزكان تسليم التلميذات الست إلى أولياء أمورهن بعد إخضاعهن لنظام الحرية المحروسة لمدة 3 أشهر. ووفق نفس المصادر فقد تم إدراج ملف التلميذات القصيرات بجلسة 8 يونيو المقبل، وهو الملف الذي خلف صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني.